أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة نستقبل رجل أعمال. رحبوا معي بضيفنا رجل الأعمال الأستاذ عبد الستار من ريل لتجارة المكائن. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا فيك أستاذ. بداية ممكن تعرفنا عن بداياتك مع البزنس؟ أيوة، أنا عبد الستار، معك جاي من الهند. الحين وصلنا الإمارات 2002، لنا الحين تقريبا 22 سنة موجود داخل الإمارات. الحمد لله وصلنا داخل الإمارات، اشتغل في زيادة مكان. بعد فتحنا شركة 2010 و 2011 من هذا فتحنا شركة. الحمد لله الحين يمشي داخل الإمارات. بعد عندي اشتغل من برا الإمارات. بعد في عندي أنا أهم شيء في سوي منشان ماكينات مشروبات سخن. عندي شغل من الإمارات، الإمارات كل الإمارات أنا بسوي شغل، مشان مثل هذا أبوظبي لين فجيرة أنا عندي مندوب. أي وقت بتصل مشان أنا أقدر مشان تفاضيل أي مكان. شغل أهم شيء مشروبات سخن ماكينة أنا بياتك مجانا. أستاذ عبد الستار، شو المنتجات والخدمات اللي بتقدموها بشركتكم؟ شوف أنا أهم شيء داخل الإمارات نحن بسوي مكاين مشروبات سخن. هذا مكاين إحنا شو بسوي معلوم مشان شركات، مشان مكتبات، أو في نفر استعمل مشان شاي كوفي مثل هذا الكابتشينو إسبرسو. أي نفر يستعمل أنا عندي مكينة أنا بياتي مجانا. بعد نحن تنظيف صيانة مجان، هذا كله مجانا. بعد يأتي الضمان، بعد مكينة. أي مكان داخل الإمارات نفر يريد مكينة اتصل مشان مكتب مالنا أو عندي مندوب داخل الإمارة، أي إمارة ما في مشكلة، نحن توزيع مجانا. أستاذ عبد الستار، بالمنافسة الشديدة في دولة الإمارات، كيف تميزتوا عن غيركم من تقديم المنتجات والخدمات عندكم؟ في عندي داخل الشركة بعد في شاي منتجات مثل هذا شاي كرك، بعد شاي كركم، شاي زنجبيل، بعد ليمون، في كبش مشروبات. شوف معلو أهم شيء شو يريد مشان نفر يريد يشرب مشان مشروبات سخن، كل شيء عندي موجود. أي نفر مشان أي إمارة تبغى بسوي التليفون نحن بنوزع، ما في مشكلة. طيب أستاذ عبد الستار، شو خططكم المستقبلية؟ مستقبلي إن شاء الله الحين موجود داخل الإمارات، مو أنا الحين بس إمارات، أنا عندي موجود قطر، عمان، بحرين، سعودي. بعد إن شاء الله مستقبل إن شاء الله الحين سعودي، نحن بإكسباند إن شاء الله قريب، ممكن تقريبا بعد ثلاث شهور أنا بفتح لك شركة بعد جديد من سعودية إن شاء الله، بوزع داخل السوق كامل من سعودي إن شاء الله. أستاذ عبد الستار، أنت كرائد وصاحب وخبرة، شو بتنصح اللي بده يأسس عمل جديد داخل دولة الإمارات؟ أوكي، أي نفر يريد يفتح شركة داخل الإمارات ما لا تخوف ولا نفر. هذا الإمارة، هذا نحن الدولة مشان الإمارات. أي نفر مشان السيفتي رقم واحد. رقم اثنين، هذا الإمارات نفر في عنده كونفيدنس، نفر في هو يقدر يفتح شركة، أو عنده في نفر في ترست، نفرات في يقدر هارد ورك. أي نفر بروحه يقدر مشان هارد ورك، وهذا الإمارة مفتوح طريق. أي نفر يريد يفتح مشان شركة داخل من هنا حكومة يعطي كل opportunities مشان نفرات مشان يفتح شركة. أستاذ عبد الستار، بدنا نخبر المشاهدين كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع حضرتكم. شوف نحن موجودين داخل شارجة صناعية رقم 18 طريق من مليحة. أي نفر مشان اسأل مشان سؤال عنده مشان هذا المكاين أو عندي هذا المشروبات اسألني. هذا رقم مشان شركة 050-549-0138، أو مشان هو اللي تشوف مشان داخل السيت www.realbevme.com. نشكر حضرتك أستاذ عبد الستار، وبالتوفيق يا رب. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير، في أمان الله.